تستغرب ليه يا حسن؟ ده انا اللي المفروض استغرب انك هنا. انا جاي الحلاله اللي بتوع يحيى. غريبه. لا انا كمان جيت عشان الحق العيله اللي بتوعها. خلاص نلحقها سوا. بس الكرسي ده ابو علي ما بيشيلش غير واحد بس. هتقتل اخوك يحيى؟ ما هي الحكايه كده يا ابو علي. اللي اتظلم في حياته بيتظلم في مماته برضه. وانا وانت اتظلمنا كتير. بس انا ما عنديش استعداد اموت النهارده. وليه حد يموت؟ عشان حد يعيش. اللي بيتظلم ما بيظلمش. بلاش تظلم نفسك وتظلمنا كلنا معاك. ما تشيلنيش انا حمل السنين اللي فاتت. واشيله انا ليه؟ واشيله انا كمان ليه؟ عشان في حد لازم يشيل يا ابو علي. انا مش جاي اعمل زي ما عبد الله عمل ولا اخد حقي بالدم. بس في نفس الوقت مش هسيبه عشان ما يضيعش مننا كلنا. خير. مش هوسخ خدي بدمك يا سميح. خدوه على السجن. لازم تلحق العطارين بأي طريقة يا كرم. هاتوهم. ادخل بسرعة. جه الوقت اللي تنتهي فيه حكايتكوا يا عطارين. سيبها واسيبك تعيش. نزل نزل سلاحك. نزل سلاحك بدل ما تموتوا انتوا الاثنين مع بعض. يلا يلا. Thank you.
نفسيش غير في حاجة واحدة بس، ما موتش على الدم التقيل ده. سارة أنا عايزك تموت وأنت مطمنة. جوزك راجل نظيف، أنا قلبت الشات بتاعه وكل ما لقيتش أي حاجة. والشهادة لله يعني أنت ما تتخانيش. فكر يا مروان، لو أنت راجل فكر. قلك راجل يا مروان، لو راجل يا مروان بلاش هيه. خليك راجل يا مروان بلاش هيه. لما تفوق ممكن نشوف امها هتعمل ايه فيها. بلاش يا مروان، مروان بلاش عشان خاطر. ليه يا اخي؟ امك ده عيالك؟ انا مش فاهم يعني. شوف ربنا، مين اللي تلحقك مني؟ مراتي. انت كان ليكي عندي طلب واحد ما يتردش، وانا عشان راجل بحب اللعب هنفذهولك، بس على شرط. انا عايز ساره بايديها الحلوه دي تضرب فارس على وشه قلم انما ايه طرقه. وده ليه؟ علشان خاطر تقول له عيب. ما يصحش يا فارس. ما هو مش هينفع يا مروان. خلاص يبقى يمين. خلاص 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 خلاص، عشان خاطري، عشان خاطري يا سارة ساعدي نفسك وساعدي فارس. لا يا سارة، لا ما تموتنيش انت. لا لا يا سارة ما تموتنيش انت. انا اخترت يا مروان. عايزين نتصرف بسرعة يا كرم، الوقت بيسرقنا. جان هانم نايمة فوق منهارة. للأسف رضوان هرب من رجالتي، بس هنوصل له. أهم حاجة سلمى يفضل تليفونها مفتوح أطول فترة ممكنة عشان نعرف مكانها فين. إيه حكاية رضوان ده؟ ولا حاجة، واضح إنه مش قادر ينسى اللي حصل لأبوه وأمه. وأبوه كان شغال مع زينبي الله يرحمه، مظبوط؟ مظبوط، اتقتل في عملية من العمليات بعدها بسنتين ومتقتلت. بعدين؟ ولا قبلي؟ هو تصور انه زين وراء قتل ابوه وامه، بس زين ما عملهاش. ايوه تمام، اقفل. رضوان في المكس. حلو كده بقى، يبقى قضي الأمر.